كافان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. شكرا هذه جديدة انت 24/24 يجعل الساكن دولي هذه الاتفادة انت بسبب الله باش يرحموني والناس رحمني بهذه البلاد هذه اني انا هو محمد مولودية اللي معروف انا بالمنطقة الجرقية وانا كان يعني معني مرض سرطان عندي مدة 3 سنة وذاك المرض صار كنت ندير لاشيمي والاشعة والذي دالي حشاشة العظام واني نعاني بواحد الصمت بيني وبين راسي ما قديت عييت بزاف ونشكر هاد الناس وهاد المحسنين راهم يعرفوني يعرفو الحالة نتاعي ما عندي لا نتريت ما عندي بانضا ما عندي غير المحسنين راهم يعاونوني وجزاكم الله خيرا خيرا وقفو معايا هادي واحد الالتفاتة راني لا ساكن قار لا باش راني غير نخرج من القهوة للقهوة مشاري للشارع ودي فوا ما نقدش نخرج غير كنقعد في الدار 10 أيام سيمانة نخرج من الدار حتى كنعيد في التليفون ديال المحسنين ويجوا عندي للدار ومساكين كنشكر دوك الناس ديال الأسرة تاع مساكين تاع جميع تاع بركان اللي مساكين داير واحد الالتفاتة مساكين بعد رمضان وقفوا معايا وشي بعض الأطباء مساكين تاع وجدوا واحد المحسنين اللي وقفوا معايا باش فوت هاد 14 تاع هاد المرض تاع كورونا وراني باقي نعاني وباقي نعاني وباقي نعاني وعيد يا الإخوة تاع وجدة أنا يعني كندور في الشركة شحال من واحد كيجيبني في الشركة كندور أنا بوجدة طبعا ما عندي الدار وعندي لا كريماني والو الله يجزيكم بخير شوفوا الحال نتاعي وقتو عرفوني كيفاش داير انا هو محمد المولودية المعروف على بوجدة انا اللي كبشت المولودية هاد العام وطلبوا لي التيكي في الباب باش نخلص التيكي وانا محب تاع المولودية من 1969 حتى مشيت في الباب وهاد المسؤولين الجداد اللي ما يعرفوني شي طلبوا لي التيكي خمعوني ووليت حتى ودخلوا واحد الناس عاد باش خلوني نفوت واش انا خلصت التيكي يا الاخوان وانا نعرف مودين من 69 وهاد الناس اللي جاو مسؤولين بالصراحه كنقولها والله ما يعرفوا مودي قبل ما يعرفوهاش مشاو للمولودية غير باش يجيبها غير باش يعرفوا مودي غير باش يشوها انا كنعرفها حبا وقلبا هانتوما كتبوا فيا في حالة ديالي جزاكم الله خيرا خيرا وكنصبكم الله المسؤولين تاع وجدة وجزاكم الله خيرا لواحد الالتفاتة وقفوا معايا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.